كلمنا إذا في شيء. طبعا احييكم اخواني واخواتي من معرض الأغذية الموجود حاليا خلف السيتي سنتر قاعة المعارض بمشاركة كبيرة من عدة دول تقدم طبعا آخر إنتاجها من المواد الغذائية المعروفة. شاي هندي من جبال الهملايا، يعني طعم مميز رائع، وراح يكون إن شاء الله متوفر قريب في المجمعات التجارية وفي الميرة وكوفي شوبات بعد. يعطيكم العافية. الله يعافيك إن شاء الله. موفقين إن شاء الله يا رب. أخ مهر عيد من شركة مرايا المنظمة، مرحبا وسهلا فيك. تعطينا بس نبذة سريعة ومبسطة عن هذا المعرض. معرض الغذاء والصناعات الاستهلاكية لأول مرة يقام في قطر، مشاركة متميزة لأكثر من 80 شركة، وفود رسمية من إيران، من تونس، من الجزائر، ومشاركات فردية من أوكرانيا، من تركيا، من لبنان. المعرض الحمد لله لاقى يعني إقبال جيد، وأعتقد أنه هو فرصة مناسبة لعمل بيزنس أو لعمل فرصة واعدة للاستثمار والبدء في مجال الغذاء، وخصوصا في المرحلة القادمة التي نتمنى أن يعني يحصل فيها اكتفاء ذاتي، ويكون في شركات قطرية مصنعة ومنتجة وموزعة لجميع أنواع الغذاء على مستوى قطر. المعرض بدأنا اليوم بأول توقيع لعقد صفقة بتم بين شركة قطرية وشركة جزائرية، شركة قطرية بيرحاء والشركة الصومال الجزائرية. بتم توقيع في أول يوم، بيشهدوا إن شاء الله الحضور مع التغطية إعلامية متميزة. المعرض أول البيع، المعرض معرض فقط لرجال الأعمال، بيستمر على مدار 4 أيام من 26 إلى 29، وبيكون التوقيت في أول يوم من الساعة 12 إلى الساعة 6، وباقي الأيام من 4 إلى 9. المعرض مخصص فقط للعرض وليس للبيع، وهو لرجال الأعمال. يعني رجال الأعمال راح يكون لهم استفادة حتى إذا قيل صفقات ويشتغل على طول. أكيد أكيد، هو الغرض من المعرض هو عمل الصفقات وإيجاد وكالات للشركات الخارجية للعمل بسوق قطر. أهم الدول إيران، تونس، الجزائر، تركيا، أوكرانيا، لبنان. هذه أهم الدول بالإضافة لشركات قطرية. بالإضافة للشركات القطرية وبعض المشاركات المتميزة من دول أخرى. جميل. متوقعين يعني حضور أو إقبال من رجال الأعمال؟ متوقعين إن يكون في إقبال إن شاء الله للمعرض، خصوصاً إن المعرض برعاية غرفة تجارة قطر، وهي إن شاء الله يعني الجهة الرسمية الخاصة بهذه الأمور. وأنتم منظمين؟ نحن المرايا للعلاقات العامة المنظمة للمعرض. يعطيكم ألف عافية. شرفنا حسن. شرفنا بيك في المعرض. وأنا أجل اللقاء مع الأخ ماهر صراحة لفت نظري هذا البوث من إيران، زعفران طبيعي وشكله صراحة يعني مغري جدا،
شراء صراحة. عندهم أيضا المكسرات الطبيعية، البستاشو ما أدري شنو، السوالف كلها موجودة. ففعلا فرصة لرجال الأعمال صراحة. لا تعدى الموضوع إلى رجال الأعمال اللي فعلا يبون يستفيدون، ومش فقط رجال الأعمال، حتى أنتوا يا جماعة اللي قاعد يتابعني الآن وحاب إنه يفتح بزنس ويبتدي مشروع تجاري في مجال الأغذية، تعالوا حياكم الله. 9 دول مشاركة، شركات كثيرة موجودة، أغذية ومنتجات أغذية منوعة. يعني صراحة فرصة للي يبغي يبتدي مشروع تجاري، يبتدي تعال وقع صفقتك وتوكل على الله. طبعا وجود محامي أحسن. يعطيكم العافية. راح المعرض إن شاء الله. أذكر لكم هي فرصة لرجال الأعمال، فرصة للناس اللي قاعد يفكرون في بزنس، عنده رأس مال وعارف شنو يبتدي. أنا أقول لكم حياكم الله، تعالوا المعرض. 9 دول مشاركة، دول عربية وإسلامية، ومقدمة طبعا متخصصة عفوا في مجال التغذية. تعالوا استفيدوا، قسم بالله بتشوفون شغلات فعلا ممكن يكون لها سوق قوي عندنا في دولة قطر. و شوف مثلا المنتجات هذه، لبنة ماعز بالزيت، وشغلات وايد متعددة. بسم الله الرحمن الرحيم. علي الكواري، المدير العام لمجموعة بيروحاء الغذائية. عندنا اليوم توقيع اتفاقية وشراكة مع شركة صمام للمنتجات الغذائية. هي مختصة بالألبان والعصائر. اي نعم، الالبان والعصائر اللي راح ان شاء الله تتواجد في سوق قطر، وهي مفقوده الان في سوق قطر بسبب الحصار، لكن الان باذن الله راح تشوفون اشياء مميزه فعلا بجميع الاصناف والاشكال اللي خاصه بالاطفال واللي خاصه بالكبار، من اللبن من والقيمه ايضا المناسبه لجميع المستويات في متناول الكل. أشياء فعلا فعلا منتجات كانت متواجدة قبل الحصار، والآن الحمد لله رب العالمين عوضناها بمنتجات من إخواننا الجزائريين. وقفتهم جزاهم الله خير مشهودة، وبإذن الله نتطلع في المستقبل لإنشاء مصنع قطري جزائري لإنتاج هذه المواد الغذائية. مثلا هي شركة لبنانية، شركة إبراهيم وأحمد أبو غنيم، ألبان المنارة. يلا اللي حاب يجي يعمل معاهم صفقة يلا حياكم. شوفوا منتجهم مميز، حلو، ملفت للنظر للعين، أصناف مختلفة، بس يبغون وكيل. يلا وين وكيلهم في الدوحة يا شباب، حياكم، تعالوا استثمروا، استغلوا الفرصة. وهذا أيضا من إيران، ايضا بعض المنتجات الايرانيه فائقه الجوده، نوعيه رائعه جدا، وكلها ساعتين زمن بالباخره توصل لميناء رويس. فانا اقول لكم يا مرحبا، حياكم، استثمروا، فرصه الاستثمار. كوافي ايضا موجود عندهم، ايس كريم، والله قاعد اشوفه قدام عيني اوصف لكم اياه، وأشجعكم وأشجع نفسي. والله قاعد أفكر في صدق أدخل في البزنس صراحة. المعرض والله شجعني، أدرس معاهم، أفهم شو اللي عندهم، الأسعار، طريقة الدفع، الوصول، يعني أخذ كل السبسة. يلا بيض، من يبغي بيض يلا تعالوا. كل الشكر والتقدير صراحة للإخوان في غرفة تجارة قطر على تنظيم مثل هذه المعارض اللي احنا بالفعل بحاجة لها بفترة أخرى، تفتح سوق، تفتح أفق،
تفتح تبادل تجاري وفرصة أن احنا فعلا نطلع على الانتاج في الخارج ونعرف شو الجديد. شركة طب لعبة تونسية الأسماك، يلا من يبي يستورد أسماك؟ يحب السوالف خضروات، خضروات فريش، اللي يحبون الخضروات الفواكه يلا استعد وتعال، لا توقف لا تردد. معلبات التونة والسردين وما أدري شنو بعد، أشياء حلوة. زيت زيتون طبيعي، فرصة اللي حاب أيضا يستورد زيت زيتون العصرة الأولى. العصرة الأولى بالبارد. أيوة. بكر ممتاز. بكر ممتاز. من تونس. في لا وكيل في الدوحة ولا لسه؟ لسه، أنا أبحث عن وكيل إن شاء الله. أنا بأخذك وكيل إن شاء الله. إن شاء الله. صديقي حبيبي. يعطيك العافية حبيبي. صراحة لذيذ، والله طعمته صراحة لذيذ، لذيذ جدا والله. ها شوفوا. شوفوا يلا، بالعافية إن شاء الله. مثلجات بحرية بأنواعها وأشكالها. وكلها طبعا هذا إنتاج وين هذا؟ أو تونس. تونس. يا مرحبا والله. يعني بحر الأبيض المتوسط. كلها منتجات البحر الأبيض المتوسط ولها سوق كبير في قطر، وأنا أدعو اللي حابين فعلا يستثمروا استثمار طيب أقول لهم تعالوا وتعاقدوا معاهم وكل تكونون وكلة لهم في قطر إن شاء الله. موفقين. على طول كوافي. الحين عقب ما سوينا دايت يبغى الكوافي الزين. كل الشكر والتقدير لغرفة تجارة قطر وشركة المرايا على تنظيم هذا المعرض الرائع، وهو فرصة لصغار المستثمرين، كبار المستثمرين، ومن يرغب أيضا دخول في الاستثمار الغذائي أن يستفيد من المنتجات الموجودة في هذا المعرض. وراح أحط لكم الآن ساعات الدوام ومتى الافتتاح وكل شيء إن شاء الله.